السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث، مرحبا بكم في درس من دروس التربية الإسلامية، ومع الدرس السادس البحث عن المعرفة. أنواع العلم: العلم الشرعي، وهو العلم المختص بدراسة ما شرعه الله تعالى لعباده من أحكام تتعلق بالعقيدة والعبادات والمعاملات والأخلاق وما ورد من حقائق في القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء، وتشمل علوم التوحيد والفقه وأصوله والقرآن الكريم وعلومه والحديث الشريف وعلومه والسيرة النبوية واللغة العربية وفروعها. ثانيا، علوم الحياة المختلفة، وهي العلوم المختصة بدراسة ما يفيد الإنسان في حياته. علوم الحياة المختلفة مثل الفيزياء، الكيمياء، العلوم الإسلامية، الطب، الجغرافيا، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفلك، الهندسة. مصادر العلم والمعرفة: أولاً، الوحي الإلهي، القرآن الكريم والسنة النبوية. ثانياً، الكون وما فيه من مخلوقات. كيف يتعلم الإنسان؟ يتفكر في مخلوقات الله، يقرأ في الكتب المفيدة، يبحث، يلاحظ، يجرب، يحلل، يقارن، يستنتج. من أقوال القائد الشيخ خليفة بن زايد حفظه الله: القراءة تفتح العقول وتعزز التسامح والانفتاح والتواصل، وتبني شعبا متحضرا بعيدا عن التشدد والانغلاق. وهدفنا ترسيخ دولة الإمارات عاصمة ثقافية عالمية بامتياز، وإحداث تغيير سلوكي دائم، وتحصين ثقافي للأجيال القادمة. وسيبقى مفتاح الازدهار هو العلم، وسيبقى مفتاح العلم هو القراءة، وستبقى أول رسالة من السماء للأرض هي اقرأ.